نحن الآن في مخيم الباغوث حيث سيطرت قوات سوريا الديمقراطية تقريبا على مساحة 50% من هذا المخيم. الآن تنظيم داعش تراجع إلى أطراف نهر الفرات بالقرب من الحدود العراقية. بحسب قوات سوريا الديمقراطية يقدر عدد عناصر تنظيم المتبقين في تلك المنطقة قرابة 300 مسلح. خلال اليومين الماضيين استسلم حوالي 1000 مقاتل برفقة عوائلهم لقوات سوريا الديمقراطية.